النهارده كمان كان في حاجه مهمه جدا. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا رئيس الجمهوريه وكافه مؤسسات الدوله اللي اتحملت مسؤوليتها كالعاده بل وكمان فوق طاقتها، كل ده من اجل اقامه المباراه النهائيه لدوري الابطال في مصر. انك تخرج هذه المباراه بالشكل اللي بيعكس الصوره الحضاريه للبلاد بالرغم من الضغوط اللي احاطت بيها الفتره ليست بقصيره. وجه كمان رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب كل التحيه لرجال القوات المسلحه والشرطه اللي تحملوا كمان العبء الاكبر في كافه المناسبات من اجل امن وامان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي اقيمت على الاراضي المصريه خلال الفتره اللي فاتت. كما خص كابتن محمود الخطيب فريقي النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي بذلوا جهد كبير جدا منذ انطلاق المسابقه حتى وصلوا للمباراه النهائيه لتضمن مصر طبعا البطوله ايا كان الفريق الفايز. كانت مصر وده اللي كنا بنتكلم عليه هنا في البيت الكبير، هي مصر الفائز الاول والاخير في هذه القمه التاريخيه. ده كمان وكمان كابتن محمود الخطيب بيحيي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي طبعا وفريق نادي الزمالك انه وصلوا مشوار طويل قوي في البطوله الافريقيه، انه البطوله كانت في مصر، ده شيء يحسب طبعا للناديين الكبار. كابتن محمود الخطيب كمان اشار لضروره الدعم المستمر لكل اواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومه الرياضيه، وحطوا 30,000 خط على الكلام اللي جاي، معلنا رفضه القاطع للاساءه لأي من عناصر هذه اللعبة سواء كان لاعب أو مدرب أو مسؤول أيا كان موقعه على الساحة الرياضية. خاصة كابتن محمود الخطيب بيقول إن الرياضة هي وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، إن الفوز ببطولة أو خسارة بطولة ما بتعنيش نهاية العالم، كان لازم تكون الروح الرياضية هي الروح السائدة واللغة السائدة بين الجميع. كمان طالب الكابتن محمود الخطيب كل الجماهير باختلاف انتماءاتها ان احنا بنقفل صفحه، طي صفحه يمكن اساءت في فترات سابقه لكل من يعمل في المنظومه الرياضيه، وقال ان كل ما يصدر من هذه المنظومه الرياضيه يجب ان نسمو بها الى الروح الرياضيه. بلادنا محتاجه التكاتف، بلادنا محتاجه ان احنا نقف وراها بشكل كبير جدا خلف قيادتنا للنهوض وتحقيق الطموحات اللي اعتقد ان يعني الاداره السياسيه وكل البلد ماشيين في هذا الاتجاه. لابد ان نحرص ان نبقى العلاقه ما بين الكيانات الرياضيه علاقه ثابته، علاقه راسخه، لانها اكبر من نتيجه مباراه، اكبر من تفوز ببطوله. وطبعا ختم هذا يعني التصريح الرائع ختمه الكابتن محمود الخطيب بتهنئه لاعضاء وجماهير النادي الاهلي، بياكد فيه على تقديره الخاص لدعمهم، دعم مجلس الاداره، دعم الجماهير، مسانده الجماهير للنادي طول الفتره اللي فاتت. فتصريح اكتر من رائع للكابتن محمود الخطيب بيرسخ فيه اللي قلناه هنا في البيت الكبير، ودايما بنقول ان الروح الرياضيه وان التعامل بمبادئ النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي وهو ده الاساس، بعيدا تماما عن الدوشه وعن الشوشره وعن الاساءه لكل او اي عضو في منظومه كرة القدم والرياضة بشكل عام. يا سهام، هو ده النادي الأهلي. صحيح. هو ده النادي الأهلي اللي بيحترم الجميع، هي دي المبادئ، هي دي الروح الرياضية والأخلاق، إن أنت تحترم الخصم أو المنافس وإن أنت ترفض أسلوب الخروج عن النص. ده أعتقد يعني من يعني مبادئ النادي الأهلي. صحيح.